ما تقلقش يا شريف، ما تقلقش وان شاء الله خير، ان شاء الله خير، اطمن. ما قتلتوش يا سما، ما قتلتوش. عارفه والله عارفه، بس ان شاء الله خير. محكمة، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم شريف محمد العايش بالأشغال الشقة المؤبدة. ما قتلتوش! ما قتلتوش! عارفة والله يا عم، ما قتلتوش! هسكت والله يا عم، هسكت وراك والله العظيم، هسكت وانا مش هسكت وهفضل وراه لغايه ما اكشفه واسجنه. عشان ساره ما تلاقيش غيرك تتجوزه؟ انت ايه؟ ما فيش في دماغي غير ساره. انت اللي ما بقتش تفكر غير فيها ونسيت كل اللي انا عملته عشانك. ما تحاوليش بس تفهميني انك بتحبيني بجد. انت بس لقيتي عندي اللي حرمت منه هو. ودي بقى حجه عشان تسيبني بيها وتروحي للهلم اللي مستحيل هتسيب عيسى عشانك، وكانت واخداك كوبري بس عشان يغير عليها. انت ما لكيش حق عشان تحاسبيني. اتفضلي اطلعي بره، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. ده الظاهر نسيت اللي بينا واللي محدش عارفه غيرنا. ما تحاوليش تهدديني، انا وانتي في نفس الطينه، ولو واحد فينا وقع هياخد تاني في رجلين. فكرك هخاف من السجن واقعد اتفرج عليك واحده تانيه بتاخدك مني؟ انا حالفه من زمان، لو ما خدتنيش من ايدي على المأذون انا هاخدك من ايدك على السجن. بره، اطلعي بره، بره. نام كتير الفترة دي؟ حتى وهي صاحية ساكتة خالص، لا بتاكل ولا بتذاكر. ده انا ساعات بدعي ربنا ان هي تعيط عشان احس انها فايقة. برضه المشكلة ان الصدمة كانت اكبر كتير من سنها. انا حاولت اخبي عليها بس هي عرفت من المدرسة. انا مش عايزك توديها المدرسة خالص الفترة دي. هي فعلا ما بقتش تروح. وانا اعرف دكتور نفساني متخصص في الاطفال، ممكن اتكلم معاه لو يقدر يعمل حاجة اعملها. طب هيقدر يجيب معاه نتيجة؟ قولي ان شاء الله. ان شاء الله. بس هيطلب يقعد معاكي انت الاول، عشان اكيد هيبقى ليكي دور كبير جدا فعلا. انا مستعده اتفرغ تماما ليها واخد اجازه من الشغل وهبقى جنبها. غالبا مامتها الله يرحمها لو كانت عايشه ما كانتش عملت اللي انت بتعمليه ده. مامتها موصاني عليها وفاكره ان باباها هيفضل موجود. دلوقتي مفيش حد غيري جنبها. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي ميعادك هنا؟ انا قاعده عند اختي. المفروض تكوني في بيت جوزك. جوزي؟ جوزي مش فاضي لي، مشغول بمراته التانيه. لا مش حقيقي. لا حقيقي، انا شفتك بعناية وانت بتمسح لها دموعها في العياده. انت بتتجسسي عليا. كنت جايه لك صدفه واحمد ربنا اني مشيت قبل ما اقول لك اني شفتك. لازم تعرفي ان داليا مراتي زي ما انت كمان مراتي. انا فقت لقيتكوا انتوا الاثنين متجوزكوا ومسؤول عنكوا وعلف بطنكوا انتوا الاثنين، واي واحده فيكوا هتخيرني بينها وبين الثانيه هختار الثانيه. انا هرجع دلوقتي البيت وهستناكي هناك. لو ما جيتيش انت حره، لو ما جيتيش انا هبات عندها الليله دي. على فكرة أنا ما كنتش جاية، بس
حاولت انسى انك متجوز عليا، ويا ريت انت كمان توعدني انك تنسى وانت معايا. هترد؟ ولا خايف تكون هي؟ انت مش لسه قايله دلوقتي هتحاولي انك تنسي كل ده؟ الو، ايوه حبيبتي، معلش انا اسف ما عرفتش ارد عليكي. لا كنت لاغي الصوت. لاغي الصوت؟ ولا كانت جنبك ومش قادر تكلمني؟ اديني جاي لك دلوقتي وهنتكلم براحتنا. ومالك موطي صوتك كده ليه؟ هي لسه جنبك لغايه دلوقتي؟ لا ده انا صوتي واجعني علشان كده مش عارف اتكلم قوي. كده اهو. طب سلام دلوقتي. وانت قمت من جنبي امتى؟ من ربع ساعة. ومالك حاطط الجزمة تحت دراعك كده ليه؟ كأنك جاي من كباري الساعة 5 الصبح. لا انا بس مرضتش اعمل دوشة واصحيكي. مرضتش تعمل دوشة وتصحيني؟ ولا خفت لقفشك قبل ما تروح لها؟ حقها. حقها؟ يعني انت بتعترف دلوقتي انك هتسيبني وتروح تبات عندها؟ انا كنت بايت عندك من امبارح. يعني ايه يعني؟ يعني هي بقت كده انا ليله وهي ليله يعني ولا ايه؟ مش فاهمه. ايوه طبعا، ما انا لازم اوزع نفسي ما بينكم انتوا الاثنين بالعدل. بالعدل؟ ده انا عارفك قبلها بسبع سنين. وانتوا دلوقتي الاثنين مراتاتي. يعني انت دلوقتي هتسيبني لوحدي وتروح عندها وتفتح لك الباب وتاخدك في حضنها تدخل معاها اوضه النوم؟ مريم لو سمحت كفايه، لازم من دلوقتي ترجعي على الوضع الجديد اللي احنا الاثنين اخترناه لنفسينا. صباح على خير. بقالي ساعة مستنيك. انت اللي طلبتني، قلت لي لازم اشوفك حالا. ده لمصلحتك. لا، لمصلحتك انت الاول. حد عارف ان احنا هنتقابل؟ عيب، انا مش تلميذ. مش تلميذ؟ ما كنتش قلت كل حاجه للبوليس اول ما وصلوا لك؟ لا ما كنتش قلت كل حاجه، مش انت فضلت ورايا لحد ما توصل لي وتطلب نتفاهم. قلت للمتر سالم ان احنا هنتقابل؟ لا طبعا، وانصحك انت كمان ما تقولوش دلوقتي. ليه؟ شكله حمار متعافي، مش عارف ان بكلمتين مني ارجعك السجن تاني، وبكلمتين عكسهم ابعدك عنه طول عمرك. ما تنساش ان انا خدت براءه. والنيابه طعنت. ورجعت سحبت الطعن. بس المحاكمة لسه شغالة، وفي متهم تاني وطالبني للشهادة. وفي حاجات كتير قوي هتتغير لو أنا قلت في المحكمة نفس الكلام اللي في النيابة. طب قولي هتغير كلامك إزاي؟